أهلا بكم، بنستمر طبعا في التعرف على شخصياتنا وشخصيات الآخرين من خلال حلقة جديدة بننزلها في المنتدى وبتاخد أعلى تصويت، أو يعني بتاخد التصويت الثاني، لأن احنا اتفقنا هننزل أول حلقتين المرة دي يعني في التصويت. ولكن سريعا كده في البداية خليني أقول لك، لو أنت جديد عرفنا بنفسك عشان نرحب بيك، ولو لسه ما اشتركتش في القناة اشترك واضغط على زر الجرس عشان طبعا نفضل متواصلين مع بعض. كمان أنا مثبت في أول تعليق وفي وصف الفيديو روابط قنواتنا الأخرى اللي حابب إن هو يشترك فيهم، ويلا بقى ندوس اللايك التشجيعي اللي تعودنا عليه منكم. عايزين نوصل الحلقة دي لأكبر قدر من الناس طبعا بدعمكم، يلا بينا. الحلقة دي مختصرة وسريعة ومفيدة جدا، وهنحاول ان احنا ما نطولش فيها. لو الابراج زي ما احنا كلنا عارفين بتنقسم الى 4 انواع، ترابية ونارية ومائية وهوائية، هنبتدي كده بالمجموعة الهوائية اللي هم برج الدلو والميزان والجوزاء، سواء راجل سواء ست. ايه اصعب حاجة على نفسية الابراج الهوائية كلها على بعضها واللي بيشتركوا فيها؟ حد يتوقع معايا؟ اكتبوا لي كده واحنا بنتكلم. دايما بيعجبني ذكائكم في التوقعات وبحب اشارككم. القيود، اي برج هوائي تقيده انت كده، دي اصعب حاجة على نفسيته تقريبا، مفيش حاجة اصعب من كده انت ممكن تعملها معاه. برج هوائي ده يعني برج منطلق كده طاير في الهواء. تخيل اصعب حاجة على الطائر ايه؟ ان انت تحبسه في القفص، او ان انت تقص جناحاته، او ان انت تقيد حريته باي شكل كان. اصعب حاجة وبلا منازع على شخصية او على نفسية اي برج هوائي زي ما قلنا هي ان انت تقيده. اما المجموعة التانية، وهي طبعا في حاجات تانية يا جماعة بتبقى صعبة على النفسية، ولكن احنا بنركز على حاجة اساسية في طباع كل الابراج. المجموعة النارية، حد يتوقع يعني الناس او الابراج النارية كده تتوقع ايه اصعب حاجة على نفسيتهم؟ الانتقاد. البرج الناري تنتقده، صدقني دي اصعب حاجة على نفسيته. الابراج النارية طبعا الاسد والقوس وبرج الحمل، سواء راجل سواء ست. الابراج دي ما بتحبش الانتقاد ابدا، وبالنسبة لها الانتقاد القاسي دي اصعب حاجة على نفسيتها. ولذلك من الشروط الاساسية اللي انت تعملها لو حابب ان انت تكسب برج ناري، ابعد عن الانتقاد على قد ما تقدر. وايضا نفس الكلام هتعمله لو انت عايز تكسب برج هوائي، ابعد ان انت تقيده او تخنقه، سواء بشكل مباشر او غير مباشر، بكثرة الاسئلة، بكثرة رحت فين جاي منين اعمل ما تعملش. الابراج الهوائية بتطفش من الحياة دي غالبا. طيب ملوك الاحساس بقى، الابراج المائية تتوقعوا اكيد في ناس كتير ابراج مائية بتشوفني دلوقتي، ايه اكتر حاجة صعبة على نفسيتكم؟ او خلينا نقول من اكتر الحاجات اللي بتكون صعبة على نفسيتكم وانتم بتفكروا كده. خلينا نذكر اللي نسي يدعم الفيديو ده بلايك، يا ريت يدعمه بلايك، عايزين نوصله لاكبر قدر من الناس، بلاش كسل. الابراج المائية انت عارف اصعب حاجة عليهم ايه، سواء راجل سواء ست؟ طبعا العقرب والسرطان والحوت، دي الابراج المائية. قلة الاهتمام. قلة الاهتمام أكتر حاجة على فكرة ممكن تقتل أي برج مائي. ولذلك النصيحة هنا، لو بتتعامل مع برج مائي ويهمك النجاح بالعلاقة، ابعد عن النقطة دي على قد ما تقدر. يعني أبراج حساسة جدا، وأقل حاجة بتأثر فيها على فكرة، اللي متابع يعني حلقاتي باستمرار ممكن يبقى عنده قدرة كبيرة أوي إن هو يتوقع الكلام ده قبل ما انا اقوله. اخر مجموعة معانا وهي المجموعة الترابية، اللي هي تقريبا الاغلب عندي في القناة، الجدي والعذراء وبرج الطور، سواء راجل سواء ست. انتوا يا ترابيين تتوقعوا ايه؟ الكذب طبعا اكتر حاجة، الكذب وعدم صيانة العهد او عدم الالتزام بالوعد. الابراج دي طبعا احنا بنعرف الكلام ده من طباعها ومن شخصيتها ومن الصفات الاساسيه، ابراج ثابته، ابراج ثابته المبدا. هي اكتر مجموعه في ال4 مجاميع ثابته في مبادئها او ثابته في صفاتها. فالكذب او النفاق او عدم صيانه الوعد او العهد اكتر حاجه ممكن تخلي البرج الترابي يتاذى منك نفسيا.
انا موقن وعندي ايقان كده ان الحلقة دي رغم ان هي سريعة ورغم ان احنا ما اتكلمناش فيها كتير الا انها مفيدة جدا جدا بشكل عام. اكتبوا لي بقى ارائكم وتعليقاتكم وعرفوني دايما بنفسكم، انا اكيد طبعا بتعرف عليكم من خلال تعليقاتكم وشيء بيسعدني طبعا، وعرفت كتير واكيد حابب ان انا اعرف اكتر واكتر. والاخر مرة بنقول اللي نسي يدعم الفيديو بلايك، بلاش كسل يدعمه بلايك، محتاجين دعمك. وطبعا اكتبولي كمان مشاركاتكم، ويلا بقى بينا على المنتدى عشان نختار مع بعض كده الحلقة القادمة حابين تكون ايه. هتوحشوني.